اهلا بحضراتكم وحلقتنا النهارده من برنامجكم حديث التعليميه. لما بتيجي تتفرج على ماتش كوره زمان كده ابيض واسود وبتيجي تشوف ماتش دلوقتي بتجد فيه فرق كبير جدا. الرياضه نفسها شكلها اختلف، طبيعه اللعيبه نفسها اختلف، بقى في حاجه اسمها مدرب احمال بيحاول يدرب اللعيبه بحيث اللي هي تقدر تبذل مجهود اكتر في الماتش وتبتدي تشتغل على نفسها اكتر واكتر. قيس ده على كل الالعاب الرياضيه وعلى شكل الرياضه وعلى حتى العلوم الرياضيه المختلفه اللي بيدرسها طلبه كليه التربيه الرياضيه. بيتعامل مع مرحله سنيه، بيتعامل مع فتره زمنيه، مع قياس لكل عضله وازاي بتشتغل في هذه المرحله العمريه والسنيه، ازاي يتعامل مع طالب ممكن يكون نحيف شويه فيبتدي يمارس رياضه بحيث اللي هو يزود نفسه اكتر ويكون طبعا على خط متوازي فيه تغذيه سليمه، ازاي ممكن اتعامل مع طالب ممكن يكون عنده سمنه او سمنه مفرطه وتكون الرياضه سبب اساسي انها تحاول بقدر الامكان تقلل من وزنه وبالتالي هتساعده ان يكون صحته احسن واحسن. فالرياضه شيء مهم جدا، وبالتالي بنقول دايما الرياضه في المدارس شيء مهم جدا. جانب اخر هو بالنسبه للاولاد من الناحيه المعنويه لما بيمارس رياضه او بيلعب رياضه ايا كان نوع هذه الرياضه، فكره ان هو ياخد ميداليه، فكره ان هو ياخد شهاده تقدير، ان هو يدخل بطوله ويشوف يعني ايه تنافسيه، وامتى انا عندي نقاط ضعف ممكن اشتغل عليها وعندي نقاط قوه ممكن اشتغل عليها. وده يمكن هنتعرف على يعني عليه مع حضراتكم النهارده من خلال مجموعه من الطلبه بيمارسوا رياضه الكاراتيه، رياضه الدفاع عن النفس، وازاي اشتركوا في بطولات والبطولات دي ممكن تكون بتمثلهم ايه وتعلموا ايه من رياضه الكاراتيه، وازاي ده ممكن يكون عزز الثقه بالنفس عندهم. واكيد طبعا برضو هنعمل مقارنه كده خفيفه في وسط كلامنا عن الرياضه زمان والرياضه دلوقتي، التدريب هل شكله اختلف بالنسبه لرياضه الكاراتيه بشكل خاص والرياضه بشكل عام. هنتكلم برضو عن التغذيه السليمه، المفروض كل ام تكون واعيه بنسبه كبيره بالتغذيه السليمه لاولادها طبقا للمرحله العمريه اللي هي فيها. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا في الاستوديو. معايا ومع حضراتكم الكابتن مؤمن كمال مدرب كاراتيه، برحب بحضرتك، اهلا وسهلا، نورنا وشرفنا. وبنرحب بالطالبه ياسمين وليد، هي طالبه بالصف الخامس الابتدائي، برحب بك ياسمين. اهلا وسهلا، منورانا ومشرفانا. نعلي صوتنا شويه بس. وياسمين على فكره بتلعب كاراتيه ويعني خدت بطولات هنتكلم فيها معاها اكيد، ولكن خلينا في البدايه كده كابتن مؤمن، يعني عاوزين نعمل مقارنه بسيطه كده. يمكن اتشبهت بحاجه الناس كلها بتشوفها، الكوره زمان لما تيجي تتفرج على ماتش ابيض واسود غير لما تتفرج على ماتش دلوقتي، غير لما تتفرج حتى على ماتش في دوري زي الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، في تطور في الرياضه بشكل عام. طبعا في تطور، وفي يعني عندنا بعض المشاكل اللي احنا ممكن نتكلم فيها. مثلا احنا عندنا الرياضه زمان لو هنيجي نتكلم على الشارع المصري، لو اتكلمنا على الشارع المصري اليومين دول، انا عندي ابني دلوقتي بيجي من المدرسه بيذاكر بيعمل بيمسك التابلت يمسك الموبايل، خلاص بقت الوحده اللي عنده، الحاجه الوحيده الهدف اللي عنده هو الموبايل. فاصبح الفكر نفسه بتاع الطاقه نفسها بتاعت الطفل بتطلع فكر ذهني، طاقه ذهنيه ما بتطلعش بطاقه بدنيه غير زمان. بقى زمان بقى كان عندنا كنا نيجي كده وتفتكر ايام زمان بقى لما كنا بننزل نلعب مع زمايلنا سواء في الشارع في النادي او تحت البيت او بنتجمع اولاد العماره، بننزل نلعب العاب غريبه جدا، نلعب مثلا كهربا شيك على العالي مش عارف، العاب بسيطه بس هي في نفس الوقت انت بتجري بتمارس رياضه بتطلع مجهودك البدني في يعني في حاجه ممكن تكون مفيده جسمك. بالظبط، لما كان بيجي بقى الطفل ده يجي يشارك في رياضه معينه كان بيبقى بيرفكت، بيبقى ممتاز، لان هو خلاص عنده مشاكل الاتجاهات متعالجه، اللي هو اليمين والشمال والجامب والجري والسبرنت، كل ده اصلا هو بيعمله في الالعاب الصغيره اللي كان بيلعبها في الشارع، النهارده مش موجود. طيب في علم اتطور وتحدث في الرياضه؟ في المقابل دوت، بس في حاجات تانية سلبيه هي موجوده. احنا مش عايزين نتكلم عن الحاجات السلبيه بس احنا هنرشد عنها. احنا لما بنتكلم على الحاجات السلبيه اللي ممكن تبعد شويه الطفل في سن صغير عن الثقافه الرياضيه والام تكون واخده بالها منها، يعني دلوقتي امهات كتيره جدا بتستسلم مع اولادها في سن صغير انه يكون معاه الموبايل او التاب، ان هو بيلعب جيمز او بيشوف فيديو وبيسكت فبيستسلم، تبعده شويه. يعني مثلا الرياضه مهمه جدا بالنسبه لابنها في السن الصغير ده وفي تكوينه الجسماني وتكوينه النفسي ايضا. طبعا، لان الموبايل او اللي هو بيقعد عليه، هو دلوقتي بيلعب مثلا جيمز، بيلعب مثلا لعبه سي مثلا، هي ليها مشكله تانية غير تضييع الوقت. انا مثلا بلعب اي لعبه بدون ذكر اسامي برضو العاب، عشان انا بلعب لعبه حرب مثلا او لعبه اكشن او لعبه اي حاجه، انا وانا بلعب اللعبه دي كطفل حولت اهدافي بتاعت الحياه اللي هي ان انا ابقى شاطر ابقى ممتاز في الرياضه بتاعتي ابقى بطل، حولت اهدافي لاهداف عدوانيه
أدونية جوه اللعب كمان. يعني انا مجرد ان الهدف بتاعي دلوقتي ان انا اكسب، ان انا اعدي ليفل كذا، ان انا التنافس بتاعي بقى تنافس وهمي، بقى تنافس عن طريق اللعب او التاب، ما بقاش تنافس حقيقي واقعي كرياضه بيفيد الجسم او يفيد الانسان او يفيدني انا في الدراسه. فبقى خلاص اهدافي بقت بالشكل ده. طبيعي بقى لما اجي امارس رياضه ما بقاش عندي الصحوه بتاعت زمان ولا الاراده ولا العزيمه ان يبقى عندي هدف اتحرك عليه. غيرنا اهداف اولادنا بشكل سلبي من غير ما نعرف. طب تيجي نشوف بقى ياسمين كده، ايه اخبار الموبايل والتاب والجيمز؟ بتستخدمي الموبايل اكيد طبعا، وبتمسكي الموبايل اه وممكن تشوف فيديو او تلعبي جيمز. طيب لما لعبتي كاراتيه بقى، ده بعدك شويه عن التاب، بقيتي تهتمي اكتر بالصحه بالتغذيه؟ ايوه طبعا، بعدني كتير وبقيت ما عادش كتير على الموبايل، بقيت اقعد اتمرن في البيت عشان اضغط على نفسي اكتر وابقى قويه اكتر. طب انت بتمارسي الكاراتيه بقالك قد ايه؟ وش معنى الكاراتيه بالذات؟ عشان الكاراتيه بتعلمني الدفاع عن النفس وبتعلمني الصبر وبتعلمني ان انا ما اخافش من اي حد ما يجي يقاتل معايا، يعني بتعلمني حاجات كتير جدا، وبتعلمني ان اكل عشان اعرف اكبر، وبتعلمني التغذيه المفيده، وبتعلمني الصحه. يعني انت الصحه بشكل عام، يعني انت مارست الرياضه برضو والكاراتيه، اخترت الكاراتيه عشان خاطر بيعلمك الدفاع عن النفس. طب انت قلت لي الصبر، طب الكاراتيه بيعلمك الصبر ازاي؟ يعني اما اجي حد كده، يعني اما يجي حد كده يجي يقاتلني اصبر شويه، بعد كده اضرب على طول كده بحيث لو انت يعني في ماتش او في مسابقه او في بطوله، صح تكوني واخده بالك انت حركاتك ازاي، بعمل ايه؟ طيب قولي لي كده، انت خدتي يعني مجموعه ميداليات كده وشهادات تقدير، خدت نستعرض معاك الميداليات الاول ولا شهادات تقدير؟ اللي انت الاثنين. حباه، هنمسكها يعني بس كده ونوجهها ناحيه الكاميرا كده وتقولي لنا كده ماشي، الشهاده دي خدتيها ومثلت لك ايه؟ يعني جبت مركز اول في بطولة براعم، مثلت لي حاجة كبيرة طبعا، كنت مبسوطة جدا بيها. وجبت مركز تاني في بطولة الجيزة. هنخليها بس تثبت شويه كده عشان نظبط عليها الكاميرا، دي في منطقه الجيزه، دي مركز تاني، دي كانت بعد الاول ولا كانت خدتي لا مركز تاني في مره لا، وبعد كده الاول قلتي اخر اخر حاجه بقى؟ الاول اخر حاجة. طيب انت خدتي المركز التاني دوت بقى، ما زهلتيش؟ طبعا انا كنت ممكن اخد المركز الاول، اتضايقت شويه. لا ما زعلتش، عشان لسه في بطولات كتير انا ممكن اكسب فيها، وانا ما بزعلش على فكرة، ربنا هو اللي كاتب لي كده وانا انا بس راضية بعمل اللي عليها. عليا وبجتهد وبتمرن، صح؟ انا هقول لك على حاجه، الشهاده اللي احنا نخلصها نخليها على الجنب ده وناخد الشهاده اللي بعديها، ايه رايك؟ جنب ده ايوه. وبطولة براعم برضو جبت تاني، دي كان عندك كام سنه؟ كنت عندك 8 سنين مكتوب اهو. كان عندي 8 سنين. بطوله البراعم دي خليها، ما احنا قلنا نثبت شويه كده عشان بصي انت شايفاها هنا اهو. البطوله دي بقى كانت كوميتيه ولا كاتات؟ كانت كاتا. كانت كاتا، وفي على فكره وفي كوميتيه تقريبا مكتوب هو على الشهاده بس نفسها. دي انا لعبتها في كاتا. ماشي، نغير الشهادة. ودي في بطولة براعم برضو دي كان جبت تالت. السنة اللي بعديها على طول. طب خدي بالك بقى، انت السنة وانت عندك 8 سنين خدت مركز تاني، وانت عندك 9 سنين خدت مركز تالت، يعني رجعنا مركز اهو. لا ده دي المراكز دي بال يعني خد بالك المرحلة السنية مكتوب، المرحلة هي السنية كانت على الشهادة نفسها، يعني دي بطولة البراعم للكاراتيه تقريبا، الاتحاد المصري للكاراتيه محافظة الجيزة اللي هو باين مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي. هنا خدنا بقى مركز ثالث، يعني ده بقى ما ضايقكيش اللي انا كنت السنه اللي فاتت احسن من السنه دي، انا ما اتمرنتش ما عملتش اللي عليا في التمرين، ضايقني شوية، يعني مش كتير قوي بس ضايقني شوية. بعد كده قلت بقى هتمرن بقى عشان اخد المركز الاول هتمرن اللي عشان احنا اخد المركز عرضناه في الاول الأول. خالص. ماشي. طب في شهاده ثانيه، في بطولة براين برضو للكاراتيه. دي مركز ثالث، دي كنت عندك 7 سنين كلها كاتات، صح؟ لا، في واحدة كوميتيه، طيب في هادي واحدة. بقى الكوميتي كده، واحكي لي بقى عن الكوميتي بقى، دي كانت بقى دخلتي دي وكان في كوميتيه، منافسة. دي كوميتيه. طب تقول لنا ايه الفرق بين الكاتا والكوميتي؟ يعني عشان مثلا لو في حد في سنك دلوقتي بيسمع كاتا وكوميتي هو مش عارف، هو بيسمع حاجات غريبة كده. الكاتا بتبقى حلوة برضو، والكوميتي حاجات قتالية، بنقعد نضرب في بعض يعني. يعني في بيبقى في حاجات كتير طب شبه بعض الكاتا في انت الحاجات. بتستعرضي، صح كده؟ كاتا انت حافظاها بحركاتها، ملتزمه بالحركه تمام وبتعمليها كويس، فهتاخدي درجه عاليه. الكوميتيه الوضع مختلف، يعني في منافس ليكي الكوميتي وفي المفروض انا بصد او بدافع عن نفسي وبرد الضربه. برد الضربة، يعني مثلا احنا لازم نقف ونهدى كده، واول ما يجي يخش احنا نضرب على طول، ولازم يبقى في ثبات، لازم يبقى في ثبات حاجة. انفعالي. لازم يبقى في ثبات، ولازم يعني لا يعني لازم يبقى حد يضرب وحد يضرب كده. لما خدت شهادة التقدير دي بقى اتبسطتي؟ يعني ده خلاك كده مبسوطة كل ايه شوية اقعد طبعا. ابص للشهادات دي، انا دخلت بطولات ولسه سني صغير وعندي طموح بقى ان انا ممكن اكون في منتخب مصر في يوم من الايام.
ايوه بصراحه، يعني انا اما خدت شهادتي اتبسطت جدا ان انا بلعب كاراتيه وبتمرن وباخد بطولات ودخلت بطولات كتير. انا مبسوطه جدا ان انا وصلتني الحال لغايه كده، بجد انا مبسوطه جدا. طب هي كابتن قالت لي انا اتعلمت من الكاراتيه حاجتين مهمين جدا، الدفاع عن النفس وده شيء مهم جدا، ويمكن انا عاوز اربطه شويه بالفكره اللي انت قلتها، لما بيجي يلعب على الموبايل او التاب بيحول مجهوده وفكره الى طاقه ذهنيه ممكن تتحول الى عدوانيه في وقت من الاوقات. فهنا فكره عن اللي انا العب كاراتيه، العب كونغ فو، العب جودو، ممكن اللي انا مش هدافع عن نفسي، اللي انا ابقى قوي لو حد جه يضربني هضربه، مش فكره ان هو يدافع عن نفسه بس، لا ممكن يكون الحاله عدوانيه يعني. تمام، هنا احنا بنوظفه في قانون، لان كل لعبه من الالعاب دي ليها قانون معين بيدار على الملعب، سواء بقى كونغ فو، كاراتيه، تايكوندو، اي جودو، اي حاجه، اي لعبه من الالعاب دي في قوانين بتخليه يتدرب تدريبات معينه بناء على القانون. ارتباطها بالدفاع عن النفس ارتباط تدريبي، بمعنى ازاي اوصل لتلقائيات الحركه، تكرارات الحركات، المسارات الحركيه للحركات، المبدا نفسه بتاع الخطه التدريبيه بتاع تعليم اي رياضه تخليني ادافع عن نفسي بعد كده لو انا اتحررت من القانون. بس هو طول ما هو بيمارس الكاراتيه او الكونغ فو فهو بيحترم محطوط في القانون، قانون اللعبه نفسها اللي انت بالظبط. بتلعب بس ما تاذيش زميلك، انت المفروض ده تكسب الماتش بس بنقاط معينه انت بتاخدها بناء على ضرباتك اللي هي مش مؤذيه في الاخر. تمام بالظبط كده. بتلاقي بعض ال في السن الصغير دوت هو متعلق ذهنيا بفيلم شافه اكشن شويه، بلعبه مارسها على التاب او على الموبايل، هو جاي عاوز يتعلم الكاراتيه عشان خاطر لو حد ضربه في المدرسه يرد الضرب. اه بتحصل بتحول كتير الفكر جدا. بتاعه ازاي بقى؟ يعني تحول فكره ازاي بقى من ان انت بتتعلم لعبه هي رياضه وفي نفس الوقت انت بتمارسها عشان دفاع عن النفس في المقام الاول. هو انا بعلمه بقول له بصراحه، يعني انت لما تيجي مارست اي رياضه من الرياضات دي وحصل لك موقف في المدرسه، ما تبقاش عدواني، يعني بحيث ان انت بالوقت حد اعتدى عليك او حد حاول يضربك انت اتعلمت ازاي تصد، خلاص انت بتصد وتبعد عنه، ما تحاولش ان انت تاذيه لان هو غير مدرك وانت قوتك غير يعني فائقة أو أكبر من قوة الإنسان الطبيعي اللي بيحاول يتعرض ليك. ما تحاولش طول عمرك إن أنت ترد الضرب، بالعكس إحنا عندنا حاجة في التدريب بنعملها هي القوة، التحمل العضلي أو تحمل القوة العضلية، يعني بمعنى إزاي لما أنا أتضرب العضلة بتاعتي أو المفاصل أو جسمي ما يوجعنيش، بالعكس ضربته تبقى غير مؤثرة. فدي بتدي تأثير للي قدامك لما بيجي يحاول يعتدي عليك إن أنت بتصده، إن أنت ضربتك ملهاش لازمة، فهو بيبتدي يخاف منك لأن أنت بالنسبة له قوتك بانت قدامه في التحمل أعلى، فما بتعرضش نفسك للاذيه بالذات في السن الصغير اللي هو البيجامرز اللي انت الصغير. بتحاول بقدر الامكان تحول فكرته ان انت بتمارس رياضه بتحافظ بيها على صحتك، بتخش بطولات، بتتنافس، وفي نفس الوقت هي في الاول في الاخر لعبه للدفاع عن النفس. آه ياسمين، تيجي بقى نستعرض الميداليات كده وتقولي لي انت خدتي هنا مركز اول، ولا الميداليات دي مرتبطه بالشهادات؟ اه مرتبطه بالشهادات. يعني مرتبطه كل ميداليه من دول هي مرتبطه بشهاده، المركز اه. الاول، الثاني، الثالث، الكلام ده كله. طيب اول حاجه المركز الاول خدته وانا في طوله براعم. دي اخر دي ميداليه. ذهبيه بقى، خليها بس اه دي نزل عليها شويه الذهبيه. كده اهي، هي موجوده قدامنا على الشاشه، دي اللي انت خدتي بقى فيها المركز الاول. طبعا اه اول مره اخد المركز الاول وذهبيه، دي بقى فرحت، يعني ممكن اكون يعني خدتها معلقاها في الاوضه عندي. قولي لي كده شعورك اول ما خدتي مركز اول كده في البطوله. فرحت جدا طبعا، يعني نزليها نزليها نزلها. بالراحه كده، قولي لي بقى شعورك ايه بقى اول ما خدتي مركز اول كده، اول مره فرحت اخد مركز جدا اول. طبعا، مكنتش مصدقة، وكل ده بفضل الكباتن بتوعي اللي ضربوني وعلموني ازاي ادافع عن نفسي. وخدت المركز الاول فرحت جدا طبعا، كانت شعور جميل جدا. طب هنا بقى انا شايف في فضيه يعني مركز تاني اه وفضيه تانيه المركز مركز تاني، تاني هاتي الفضيتين مع بعض وبعد كده بقى ناخد التالته كمان جنبهم بقى عشان نعرفهم بقى الفرق بين الفضيه والبرونزيه. الفضية دي خدتهم في الكاتا، والتالت ده خدته في الكوميتيه. في الكوميتي اللي هي البرونزيه اللي لونها مصفر اه شويه كده، اه ده خدته في الكوميتيه دي خدتيها في كوميتي ودي خدتيها في كاتا، في الكاتا. يعني شاطره شويه في الكاتا صح كده؟ صح بتحفظي الكتاب بسرعه ولا بتاخد معاك وقت بقى وممكن تكون فيها مجهود شويه؟ نزلي بقى الميداليات عشان ما تتعبيش مننا. قولي لي بقى الكاتا بقى والكوميتيه، انت مايله اكتر لايه؟ للكتات انا اللي انا لا بحفظ مايل كاتا اكتر وبستعرض للكتات، بيها، مايل اكتر وايه للكتات السبب؟ لان هي يعني بنحفظ بسرعه، لكن الكوميتيه لازم يعني نقف اما يجي حد يقابلنا احنا ما نعرفش نعمل ايه، لكن هنا احنا داخلين لوحدينا عارفين احنا هنعمل ايه، لكن هنا ممكن انت حد لسه مش عارف يشوف. رد فعله ايه، مش شايف، ممكن تكون ضربه انا مش عارف صدها ازاي، ده بيحصل. مش يعني مش عارفين هي تضرب هصد منين فين، لكن الكاتا عارفين احنا هنخش هنعمل ايه، عارفين احنا هنخش هنلعب الكاتا كام كده. طب ايه الفرق بين واحد بيلعب كاتا بيعملها مظبوط وبياخد درجه عاليه
وحد تاني بيعمل نفس الكاتا وهو عملها مظبوط بس ما خدش الدرجة عليها. ان هو يعني ساعات بيبقى ضعيف او متوتر او خايف يخش، لكن اللي بيلعبها قوية بيخش راجل عارف ان هو هيكسب، بطل ومكشر كده قدام مكشر يعني انت بتخش مكشرة على طول. انت بقى نفسك لما تطلعي كده وتكبري كده عاوزة بقى اوصل بطل لفين في فعلا، الكاراتيه؟ بطل فعلا. طب وبالنسبة للدراسة؟ لا والدراسة برضو عايزة ابقى اطلع من اوائل اولى على المدرسة كده يعني. بتجتهدي يعني وبتذاكري كويس، يعني بنذاكر كويس وبنتدرب كويس. نورتينا يا ياسمين النهارده، وان شاء الله نشوفك بطلة العالم كده وتبقي شكرا. في منتخب مصر. هنطلع لفاصل ونرجع نشوف بقى برضو طلبة بتمارس لعبة الكاراتيه والبطولات اللي خدوها بعد هذا الفاصل. يا مصر وخيرك عليا بعشق.